راح أسألك، إذا ما جاوبتني لازم أنت تأكل من هذا الأكل. وإذا جاوب وألف عافية. زين إذا جاوب وغلط شو أسوي؟ وما بي غلط أي ولا صح، المهم أكو جواب. أكو جواب بالضبط. ما أكل في حالة عدم الإجابة أنت لازم تظهر جوعان، دخل قلاص يمك. زين خل أشرح لك الأطباق الموجودة عندكنا. فطيرة بالسمك. بالسمك؟ أي أول مرة سمع بيها. يعني هو نوع جديد. حلو. الثور يمك بس شوف جد رقمه. لسان الثور عندك هنا، زيت بالفلفل، وهنا عفوا عصير عصير بالبيض. بالبصل؟ بالبصل. بالبصل. اي وطرشي بالبيض. هاي بالبصل بالذات يعني زينه. طرشي بالبيض. فشي تحب تجاوب؟ لا خلني اسالني. والله تمام. انا احب هذا التحدي. اي لا لا اسالني. جيد. راح ابدي انا اللي باعتباره بالطوبه. اي العبك كيفك. رتب سؤالنا الاول، يقول رتب الاسماء اسماء المطربين من الافضل الى الأسوأ. ياس خضر، حسين نعمة، محمود أنور، من الأفضل إلى الأسوأ. إخوان المطربين لا حد يزعل مني وراح أجاوب. زين حلو. حسين نعمة، ياس خضر، أي محمود أنور طبعا لأنه بالعمر يعني. يعني محمود أنور أم إيه؟ لا محمود أنور يعني مطرب رائع، وبس من تخليه تبرر أنت خليته. لا ما برر، خليته الأسوأ. لا مو أسوأ، وإنما من تخليه ياس خضر يعني العفو. ساد أبو فرح حبيبي. الآن من تقول ستار خضير وتقول سامي قفطان وتقول جواد الشكرشي أكيد راح لا ده راح تخلي سامي قفطان. ما عندي تسلسل، أنت إذا قلت أسوأ لا 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 مو أسوأ، إن شاء الله مو أسوأ. إيه شنو الفقرة سهمة. يلا بعدين أنا خابرة أستاذ محمود وأنا أصاحب. هو راح يخابرك احتمال. خلي يعني يخابرني ما أعرف يعني إذا سمعك كلمة. لا لا أقبل أقبل. والله هو راح. أكل على مود متى أقول؟ إيه والله إيه بشرف، لأن هو يقول لي راح أقول لي أنت أنقذتني. احتمال يقاضيك يقول لك أنا أنت ليش. لا 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 مو أسوأ، هو أقل منهم درجة صحيح. أنت ضار عندك شيء تري تخسرها ما تعرف شو. براحتك. المهم سؤال ثاني يقول رتب أسماء الممثلين الكوميديين من الأفضل إلى الأسوأ. ناظم زاهي، سامي محمود، قحطان صغير، رتبهم أنت. من ناظم زاهي، سامي محمود، سامي محمود، قحطان صغير، من الأفضل إلى الأسوأ. خوشروا على واحد مسيطر عليه. زين قحطان صغير، سامي محمود، ناظم زاهي. ناظم زاهي ليش؟ اي ناظم زاهي يعني انا كذا اقول. وبعدين هم خابرك حبيبي ناظم. ناظم خو قدامك. اي قدام يعني ابو وسام حبيبي خو قدامك. ما اخاف مو ناظم، انا امون عليه يعني على اضحى بيك بمعونة شريف. اجيك للنجف مو مشكله، مو مشكله. زين